السادة المجلس البلدي مصراتة وأعضاء مجلس النواب ومجلس الحكماء والإصلاح والشورى والمجلس العسكري وآمر البنيان المرصوص والوفد المرافق لهم، السادة الحضور، باسمي واسم مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة والمجلس البلدي والمجلس العسكري والأمني، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، والحمد لله على سلامة الوصول. إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا ليبيا ليبيا. إخوتي أخواتي الليبيين والليبيات، أينما كنتم وأينما أنتم، هدف مصالحتنا هذه وهدف هذه اللقاءات واضح لنا، جلي لا يخفى علينا، ولكننا نريد أن نوضحه لكم ليكون واضحا للجميع، حتى لا يلبس بعض الملبسين عليكم في أهداف هذه الاجتماعات. هذه اللقاءات بغض النظر عن أنها خير على خير والصلح خير، هدفها استقرار ليبيا وأمنها وأمانها وسيادة أرضها ومقدراتها، لأنكم تعلمون جميعا خطر الفرقة والاختلاف. اسمحوا لي أن أنقل لكم أعطر التحيات من مدينة مصراتة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الغاية من هذا الملتقى الذي يقوم عليه الرجال هو إرضاء الله عز وجل، ثم إنقاذ وطننا بالعفو والصفح والتسامح. نحن نطلب الإحسان من المحسنين ذوي القلوب المليئة بالخير والإيمان والعدل وحب الوطن، طمعا في رحمة الله عز وجل بنا وبوطننا. لكي نربط موضوع ملتقانا بالوازع الديني، لأننا من أمة الإسلام، دين الرحمة والخير والسلام. فلقد انعقد العزم بإذن الله تعالى على إبرام هذا الميثاق ليكون ميثاق عهد واتفاق بين مدن الزنتان وترهونة ومصراتة، وليكون هو المرجع والمفصل والحاكم للعلاقة بين هذه المدن بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيما من شأنه أن يخص هذه المدن متمثلاً فيما يلي: أولاً، التأكيد على ما ورد في الميثاق الصادر عن اللقاء التاريخي بين الزنتان ومصراتة الصادر بمدينة مصراتة بتاريخ يوم الخميس 26 من شهر إبريل للعام 2018. ثانياً، التأكيد على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة للتقسيم أو التلويح به. ثالثاً، الالتزام بمبادئ ثورة 17 من فبراير أساساً لكل عمل أو مصالحة أو اتفاق تقوم به هذه المدن مع أي مدينة أخرى. رابعاً، التأكيد على مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم. خامساً، التأكيد على حرمة الدم الليبي وتحريم وقوع أي تصادم مسلح أو التلويح به بين المدن، واللجوء للحوار في إدارة أي خلاف وعدم التلويح باستخدام السلاح. الآن التوقيعات. السيد محمد منصور إحناش مصراتة. توقيع نفسه.
السيد إسماعيل أحمد الهاشمي مصراتة. الشيخ شعبان العمياني المرحالي الزنتان. الشيخ صالح سالم فاندي ترهونة. السيد عبد الحفيظ الهادي موسى الزنتان. بحيه.